ألف رحمة ونور على روح الموتى، ونتمنوا الشفاء للجرحى يا رب. دكتور مرحبا بك، أهلا وسهلا. اليوم في الحقيقة بغيت عاود انتي طبعا غادي نبقاو في هذا الموضوع ديال هذه المنطقة المنكوبة، يعني بسبب زلزال اللي أصاب منطقة أو إقليم الحوز. هذا إقليم الحوز راه فيه تقريبا واحد 700 ولا 800 ألف ساكنة، باش تكون عندنا فكرة على هذه المناطق، وكثر من 30 دوار، أكثر من 30 دوار ولا 40 دوار. وسبحان الله العظيم هاد الدوار عمرنا ما سمعناهم السميات ديالهم. باش تسمعوا خصك تمشي لمحطة طرقية ولا تشوف الناس غاديين في الأعياد، كيخو الدار البيضاء وخو مراكش وخو أكادير وخو المدن الكبرى، باش يمشيو يلتحقوا بالدواوير ديالهم يقضيو العيد الأضحى مع الأسرة. شي فاش كتسمع هاد، ولكن ما كتسمعوش هاد الدواوير، ما كاينينش، غير موجودين. على أين؟ ماشي وقت دابا الهضرة في هاد الموضوع هذا. كيف قلنا هذا وقت نديرو يدينا في يد بعض. ولكن اليوم بغيت فقط نقول لكم ردوا بالكم. للأسف كل ما المغاربة بينوا على روح التضامن ديالهم، وهنا تنقولها ونسطر عليها بسطر غليظ، أي مغربي يهز راسه يفتخر أنه مغربي. يلا بعيد دابا على السياسة، المغربي هز راسه ويقول أنا مغربي في العالم، من تخرج قول أنا مغربي. على هذا روح التضامن اللي بينوا عليها المغاربة، اللي بينوا عليها المواطنين، اللي بين عليها المجتمع المدني. قلت لكم عيب الله الناس ما عندوش ما ياكل، وكيهز من ذاك القليل اللي عنده في الدار، ما عندوش باش يمشي يشري مع برا ويجيب ويدير شي واحد، كيهز من داره ناس بساط اللي قدر يهز من داره وكيمشي يساهم به. علاش؟ حيت تحس بهذوك الناس. فنفتخر أننا مغاربة، لأن فوق الشدة فين كيبانوا الناس، ماشي فوق الفرحة، ماشي في الوقت اللي كتكون كل شيء مزيان، لا، في هذا الوقت الشدة فين كيبان واحد على الطينة ديالو، هذه هي الطينة ديال المغربي. حنا فرحانين وكنعتزوا ومفتخرين بهاد الطينة اللي حنا منها، اللي مصاوبين منها. هذه وحدة. ثانيا تنبغي نقول لكم ردوا بالكم، ولو الروح العامة فين كيشتغلوا المغاربة كلهم، وخاصة تتكلم على المجتمع المدني، وكنهضر على أصحاب البدل العسكرية اللي تيشتغلوا، بغض النظر على هذا الروح، ردوا بالكم راه كاين بعض النصابة اللي كيستغلوا هاد الظروف هذه باش ينصبوا على الناس اللي كيتطوعوا واللي جايبين معاهم تبرعات. فملي تكونوا غاديين في الطريق ويجي شي واحد يقول لك راه حنا كنتكلفوا بالتوصيل، حنا اللي كنديروا التوزيع، حنا اللي عينونا باش ما تعطيوهمش، راه كيخبطوا داك الشيء وتيمشيو يبيعوه. ما تعطي الا اللي كتعرف. الا ما تعرفوش بغيتي توقف انت على راسك، سير وقف، وبغيتي دير شي حاجه سير ديرها الى سمحت السلطه اللي كتنظم هذه العمليه هذه، او دق على الابواب الرسميه. ملي تكون عندكم تبرعات دقوا على الابواب الرسميه، لانه راه العمليه ديال التوزيع عمليه خصها تكون كدار باحترافيه وبدقه وبمسؤوليه، راه ممكن تكون عندنا فيها مشاكل. فلهذا ملي تكونوا جايبين تبرعات دقوا على الابواب الرسميه، راه غتلقى واحد المخيمات محطوطه وفيها العلم المغربي وفيها اللي مسؤولين، وكتلقاهم بالبدل ديالهم الرسميه العسكريه ولا الاداريه، وتقولوا الله يجزيكم بخير نجمعوا واحد التبرعات. ما تعطيوش الناس اللي كيتعرضوا لكم في الطريق، ردوا بالكم. الحسابات البنكيه ما كاينش 120 حساب، كاين حساب واحد اللي الرقم ديالو 126، هذا اللي بغى يتبرع بهذه العمليه مباشره من حساب لحساب. البنكه الله يهديها باش دير هذه العمليه بالمجان. انا كنت يسحبني راه درتها بالمجان، ولكن عرفت بانه الناس كيقول لك راه انا كنعين واحد الرساله تجيني باش واش بصح كاين واحد المبلغ كيقتطعوه البنوك في هذه العمليه. رسائل توصلنا بها دكتور 17.16، حرام. مجموعه رسائل توصلنا بها، حرام البنوك يتخلصوا في عمليه ديال التبرع. اي عمليه اللي عندها علاقه بذاك الحساب اللي مفتوح بسبب هذا الزلزال تخسر الفلوس تدوز بالمجان. البنوك، انا سمعت بين المجموعه المهنيه ديال البنوك المغربيه
يمكن تهيئ لي تقول بان العمليه راه بالمجان، ما عرفتش. حنا مازال كننتظروا شي بيان توضيحي من طرف البنوك باش يقول لنا واش العمليه بالمجان ولا فعلا العمليه بالمقابل. هذه العمليه خصها دار بلا مقابل، هذه العمليه خصها دار بلا مقابل، لان هذه ظروف استثنائيه وتخصنا كلنا نتوحدوا فيها، واللي يقدر يساعد باي حاجه يساعد. باش شركات الناس كتحفزهم تشجعهم، كاين اللي غيعطي 100 درهم 100 درهم مزيانه، 100 درهم 100 درهم على 100 درهم على 100 درهم، هذيك 100 درهم راه هي اللي كدير اللاعب العالمي 800 و900 ديال 900 مليون ديال الاورو ديال الدولار باش كيتباع، راه هي ديك 100 درهم، هي ذاك الكم ديال الناس اللي كيساهموا. إذا ما نحقروش 100 درهم وما نحقروش 50 درهم، فإذا كان واحد غيدير 100 درهم وتقطع له 17 درهم هذا لا يعقل. دكتور واش كتعلق بالتحويل الآني؟ لأن كاين مستمع تيقول لي راه التحويل الآني هو اللي فيه 17 درهم. لا، سواء كانت آني أو مؤجل، وحيت حنا عارفين بان بعد التحول اصبح انيا، دابا ردوا لا المؤجل بالمجان والاني بالفلوس. وعلى اين دابا حنا ما نهضروش في المبدا العام، حنا كنهضروا غير في الظروف الاستثنائيه. طبعا ننتظروا دكتور البلاغ ديال المجموعه المهنيه لابنك، مازال ما كاينش بلاغ. هادشي اللي قلنا تنتمناو يخرجوا بشي بيان ويقولوا واش بصح هذه العمليه بالمجان، من المفروض تكون بالمجان على الاقل باش ينضموا للمجتمع المدني اللي بين على الحنكه ديالو على الخبره ديالو على حس المواطنه. دابا اللي واقفين عليه هاد الناس بزاف هما الخيم، الخيم وواقفين على التفريشه اللي دابا لان الوقت بدا يجي البرد، وموقفين على الحوايج والاغطيه دكتور، الفرش، الغطاء، التفريشه ديال الخيمه خصها تكون مفرشه يعني بالبطانيه ولا بداك الخشبات اللي كيديروا فوق منهم البونجات باش حتى جات الشتاء ولا جات شي البرد هذا ما يعانيش. وكنتمنى على انه الوعود ديال الحكومه تنفذ بسرعه، اللي هي اعاده بناء هذه المناطق. اللي تنقول بسرعه طبعا من بعد ما ينقيو، ولكن يكون تدخل قبل من هاد الناس مساكن يتكرفسوا في البرد ويتكرفسوا في الشتاء اللي راه جاي. احنا عارفين غير في ظروف عاديه وكيفاش تيكونوا حراك دابا في ظروف بحال هكا، يعني ماساه، وفاه، الفقدان افراد عائله. هناك معلومات تقول بان كاين شي قسم اللي التلاميذ كلهم توفاو، الاساتذه اللي كيقراو في ذاك الدواوير منهم بزاف اللي توفاو، المعلمين والمعلمات الله يرحمهم، الله يرحمهم جميعا ويعطي الاهل ديالهم الصبر. اللهم امين يا رب، الله يرحمهم جميعا ويرزق الاهل ديالهم الصبر والسلوان، وتمنياتنا بالشفاء ان شاء الله في اقرب الاجال للمصابين والجرحى.